السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله كورس التأهيل لشركات الأدوية الكبرى والمالتي ناشونال. اتكلمنا قبل كده على إزاي تأهل نفسك في سنين الدراسة، وبعد كده إزاي تعمل سي في أو سيرة ذاتية بطريقة احترافية. النهاردة هقول لك على مجموعة من النصايح اللي بتقول لك It's never too late، ممكن تقدر تبتدي في أي وقت. انت خريج جديد، معروف انه انت راجل خبراتك ضعيفة او مفيش خبرات من الاساس. الحاجة التانية يعني انت ممكن تكون كنت شاغل نفسك في فترة الدراسة بالامور الاكاديمية وانك ازاي تتخرج وخلاص، ما كنتش حتى يعني منتبه ان في مجموعة من الاشياء لازم تقوم بيها وانك تأهل نفسك بيها اثناء مرحلة الدراسة. حتى لو انت يعني جبت مقبول ده مش مشكلة خالص، حتى لو انت ما استغلتش سنين دراستك بصورة قوية برضو it's not too late. لكن انا عايز اقول لك بس موضوعين اساسيين كده، انه في الشغل في شركات الادوية موضوع التقدير احنا لا نلتفت له تماما، لكن يهمنا زي ما قلت قبل كده انه الشخص يكون قوي فنيا او يعني راجل دكتور بيطري شاطر، ده اهم شيء. او حتى في لو في مجالات الطب التانية انت بتكون راجل يعني تكنيكالي قوي. الحاجة التانية كمان انه الموضوع بتاع الخبرة، احنا في شركات الادوية كخريج جديد ما بنركزش عليها اكتر ما بنركز على السمات الشخصية بتاعتك اللي بنسميها الاتيتيود، وده اهم شيء عندنا بنركز فيه على الخريج الجديد اللي هو السمات الشخصية بتاعتك. ويعني لو متابعين معايا يعني معرفين قبل كده الاتيتيود او السمات الشخصية بتاعتك او الكاريزما بتاعتك، ان هي مجموعة من الافكار اللي بتبقى موجودة داخل الشخص وفي دماغه، اذا كانت الافكار دي افكار ايجابية او افكار سلبية، اللي بتترجم في صورة سلوك اللي بيطلع ليه الوسط المحيط بيك واللي انت بتتعامل معاهم بيحكموا بيه عليك وبياخدوا الانطباع عنك. وهو ده اللي بنركز فيه بصورة اساسية مع الخريج الجديد، وهو الاتيتيود. الاتيتيود موجودة صفات مميزة ليك انت بتتولد بيها احيانا، حاجات بتبقى موجودة ككاركتر فيك انت، لكن بتتحسن. بتتحسن، يقدر البني ادم يغير من اتيتيوده، يقدر البني ادم يحسن من اتيتيوده بما يتلائم مع الشغل في شركات الدواء. احنا الشغل في شركات الدواء هل لها سمات شخصية اساسية؟ في سمات شخصية اساسية لازم تتوفر في الشخصية اللي هو عنده النية انه يشتغل في شركات الادوية. اهمها انه شخص يكون عنده القدرة على الاحتكاك والاختلاط بالاخرين، يعني شخص اجتماعي، لازم يعني ما يكونش شخص انطوائي او شخص ما بيحبش الخروج مع الناس او غيره. لو انت ما عندكش القدرة دي لازم تعود نفسك عليها. الحاجة التانية قدرتك على التواصل مع الاخرين، لو انت حتى برضو شخص ما بتحبش الاحتكاك اكتر بالناس، ما بتحبش تتكلم كتير مع الناس، لا لازم تزود من جزئية احتكاكك بالناس والتفاعل معاهم والكوميونيكيشنز سكيلز بتاعتك. فراس مالك انك تتقبل في شركة ادوية كبيرة وانت لسه متخرج، هو السمات الشخصية ليك. زي ما قلت لك ما بنركزش خالص على خبرتك اكتر ما بنركز على الاتيتيود بتاعك. فمهم قوي، انا شخصيا لو جالي حد باتيتيود كويس واتيتيود مناسب للعمل في شركات الأدوية، هو ده اللي انا بقوله تعالى، لان كل المهارات التانية انا بعلمها له بالتدريج، ولكن ما بقدرش طبعا اغير من الاتيتيود بتاعه بسهولة. فلازم تحدد الاول الاتيتيود بتاعك هو مناسب للعمل في شركات الأدوية ولا لا. لو هو مش مناسب يعني it's never too late، تقدر ان انت تحسن من السمات الشخصية بتاعتك وتدرب نفسك عليها بما يتلائم لنجاحك مع العمل في شركات الأدوية. فالجزئية بتاع التمرين نفسك على ايه هو الصفات اللي احنا محتاجينها، لازم تكون شخص اجتماعي، لازم تكون شخص اتيتيوده متناسب مع شركات الأدوية، لازم يكون عندك القدرة على التواصل مع الآخرين.
ده في البداية علشان خاطر تحسن وتقول أنا عايز أبتدي بقى إن أنا يعني أظبط حالي للشغل في شركات الدواء. بالفعل اتخرجت، ما عملتش حاجة في فترة سنين الدراسة تأهلك للشغل في شركات الدواء، ما أخدتش أي كورسات، ما حسنتش اللغة بتاعتك، ما حسنتش المهارات بتاعت الكمبيوتر، بالإضافة كمان ما حدش وجهك في فترة الجامعة تعمل إيه. تمام، هو أنت كده يعني ملخص حالتك إن أنت خريج جديد مفيش خبرة سابقة، وفي نفس الوقت انت ما اشتغلتش على نفسك في فترة الدراسة، يعني خريج جديد من غير خبرة وكمان من غير كورسات معتمدة، ولا كورسات حتى uncertified، ولا حتى لغة جيدة، ولا مهارات كمبيوتر قوية. طيب انا زي ما قلت لك قبل كده، هل الموضوع خلاص فرط من ايدك وما تقدرش تلمه؟ لا، زي ما قلت لك it's never too late، لكن لازم تحط قدام عينك خطة عمل قوية جدا وواضحة جدا، لان دي حياتك انت ومسؤوليتك انت. الدور بتاع الاهل خلاص خلص لغاية لما انت اتخرجت، لكن مش هيفضلوا يحملوا مسؤوليتك على طول، فانت لازم يعني تاخد اكشن وتعمل خطة محكمة وقوية تتبعني فيها في اللي انا هقوله لك في الحلقة دي ان شاء الله، ازاي تطلع من المأزق ده بطريقة يعني احترافية تخليك يعني تأهل نفسك تاني، وتقول لنفسك أنا لسه قدامي الفرصة أنه يعني أكون مناسب للعمل في شركات الأدوية. طبعا أنا مش هضحك عليك، يعني لا هطمنك قوي وفي نفس الوقت مش هحبطك قوي، لكن بقولك لسه قدامك الفرصة. برضو عايز أقولك أنه في زميل ليك الراجل دون كان شغال على نفسه من سنة أولى، الراجل ده يعني أخد كورسات معتمدة، اشتغل على اللغة بتاعته، حسن اللغة بتاعته، ويمكن أخد فيها شهادات، يمكن كمان أخد شهادة آيلتس فيها، وأخد كمان كورسات في الكمبيوتر في الوورد وفي الإكسل وفي الإنترنت وفي الباوربوينت إلى آخره من الكورسات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. كمان ممكن يكون أخد كورسات في السيلينج سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، في برزنتيشن سكيلز، في المانجمنت وفي الانجر مانجمنت، في التايم مانجمنت. الراجل يعني طور من نفسه، لا مش بس كمان انه اخد كل الدورات والكورسات دي، ده كمان اتعلم سواقه وطلع رخصه سواقه، ومنهم كمان نزل تدريب في سنه رابعه وفي سنه خمسه للتدريب في بعض شركات الادويه، واخد فكره على ازاي الناس بتشتغل في شركات الادويه. مش بس كده، كمان طلع يمكن منحة لإنجلترا، سواء إذا كان كامبينج ولا سياحة، ولا طلع منحة لإيطاليا، ولا يعني حاول يطور من نفسه، راح طلع حتى يعني عمل أنشطة تطوعية سواء إذا كان جوه مصر ولا برا مصر. طيب إزاي يبقى يعني الهايرينج مانجر، ولا أنا كشخص بعمل هانتينج أو يعني بختار كاليبرز لوظيفة في شركة أدوية، يعني هسيب شخص اشتغل على نفسه بالمواصفات دي كلها وكل الكورسات والمميزات دي، واخد شخص تاني هو متخرج في نفس سنة التخرج بتاعته، ما عندوش اي كواليفيكيشنز ولا اي ميزة من الميزات اللي زميله في نفس السنة وسنة التخرج عنده، فيعني موضوع بديهي جدا. اكيد طبعا الشخص اللي اشتغل على نفسه في الفترة دي حتى لو هو لسه خريج جديد، فرصه بتبقى كبيرة، وفرص قبوله في شركات الادوية الكبيرة والمالتي ناشونال بالذات بتكون قوية. طيب دلوقتي بقى هنركز على الطالب او الطالبة اللي ما استغلوش سنين الدراسة وما جهزش نفسه كويس لسوق العمل، فقدامك خيار من اتنين. الخيار الاولاني هو انك تكرس سنتين جايين من عمرك لتأهيل نفسك لأخذ كورسات وتأهيل نفسك تظبيط اللغة بتاعتك ومهاراتك البيعية والشغل اللي انت فوتته انك تبتديه في فترة الدراسة. هتبتدي تشتغل على نفسك في السنتين دول، انك تعد نفسك اعداد قوي يؤهلك لانك تتقبل في شركات الدواء. بصراحة ده طبعا يعني هيميزه كتير، لو انت يعني مسنود ماديا شوية وقادر ان انت تتحمل الفترة دي من غير شغل هتساعدك كتير جدا، وبالعكس هتبقى استثمار قوي جدا ليك لما بعد كده. ما تقولش هم سنتين وهيضيعوا مني، لا خالص، السنتين دول انت بتكرس
نفسك لتعويض اللي انت ما عملتوش في فترة الدراسة، انك تاخد بقى زي ما قلنا كورسات للغة، انك تخش تنافس على يعني شهادة زي شهادة الايلس، انك تخش في كورس كبير للسيلينج سكيلز ومهارات البيع والإدارة. حتى يمكن احنا بادئين معانا في على نفس القناة هنا كورس البيع والإدارة من البداية للاحتراف، انصحكم ان انتم تتابعوه، هيفتح كتير قدامكم بطريقة مبسطة عن يعني ايه بيع وعن يعني ايه سيلينج سكيلز، وبعد كده ازاي حتى مراحل المانجمنت من البداية للاحتراف. ده هتفتح دماغك كتير على ايه اللي بيحصل بالظبط في الشغل في شركات الدواء. هتبتدي هتشتغل على نفسك في كورسات كمبيوتر، هتبتدي تشتغل على نفسك اكتر انه انت تتعلم سواقة، ان انت تحسن من مهاراتك وشغلك في انك تقرأ اكتر عن شركات الأدوية وإيه اللي بيحصل فيها. مفيش مانع تروح برضو يعني صيدليات سواء كان بشري أو بيطري تبتدي تتدرب فيها وتشوف إيه هو، تاخد حس الشغل وتشوف مندوبين الدعاية في الشركات بيخشوا بيتكلموا إزاي مع صاحب الصيدلية أو الدكتور أو حتى المساعد في الصيدلية. هتديك خلفية كبيرة جدا عن إيه اللي بيحصل في شركات الأدوية. الخيار الثاني هو أنك لازم طبعا تقبل بالشغل في شركة صغيرة أو زي ما بنقول كده شركة تحت بير السلم، بتشتغل فيها لغاية لما برضو تبتدي تسقل من مهاراتك وموهبتك. للأسف الشديد طبعا الشركات الصغيرة هم عارفين كده كويس، أنت خريج جديد مفيش عندك خبرة، تعالي لي بقى أنا هبتدي أستغل نشاطك وحيويتك وهبتدي أستغل حماسك ليه أن أنت عايز تخش سوق العمل طبعا بأجر قليل وميزات ضعيفة. هم كده بيستغلوا أن أنت لسه خريج جديد، يعني هترضى بأي أوفر هيجي لك، ولغاية ما أنت بتحسن من مهاراتك هو عارف أن أنت مجرد ما هيجي لك فرصة أفضل وتكون كواليفايد لفرصة أكبر هو أنت هتسيبه. فلغاية وبرضه هو مش حامل هم كده لانه عارف انه هيجي له واحد تاني بنفس مواصفاتك وهي دايرته شغالة بنفس القبيل في الشغل في الشركات الصغيرة او تحت بير السلم. لكن طبعا اياك ان انت يعني يكون هو ده كل طموحك انك تستمر معاهم وتكمل وياهم، عمرك ما يعني هفضل محلك سر في نفس الكارير، ما هتتطورش فيه ابدا ومش هتترقى فيه ابدا، هتفضل ممكن بنشوف مندوبين بيقعدوا بالعشر سنين مندوب وغيره بيقعد بس سنتين وثلاث سنين مندوب وبيترقى بيبقى سوبرفايزر وبيبقى اريا مانجر، في خلال 10 سنين بيبقى مدير بيع يعني. فانت اللي بتحدد انت عايز تعمل ايه، ما تسكنش للكمفورت زون بتاعتك انه الناس دي شغلهم على قدهم وانه يعني هم راضيين باللي جاي وخلاص وانه ما فيش ستريس عليك في الشغل وانت خلاص الدنيا ماشيه. لكن لا، انت محتاج ان انت يعني برضو تعرف انك موجود في المكان ده لانك ما اهلتش نفسك بصوره قويه انك تكون موجود في مكان او في شركة اكبر او في شركة مالتي ناشونال او في شركة من الشركات اللي هي ماركت ليدر، فانت بتعد نفسك للشغل فيهم وعارف ان الفترة اللي انت موجود فيها في الشغل في الشركة الصغيرة دي انت تكمبرومايز لغاية لما تحسن من مؤهلاتك، وفي نفس الوقت بيبقى في انكم تصرف على نفسك يعني خصوصا يعني في بداية حياتك كمسؤوليات او غيره. ولكن طبعا ما زي ما قلت كده ما تستسلمش ابدا للكفرت زون بتاعتك انك انت خلاص الشغل بسيط في الشركات الصغيرة دي والناس دول هم ما فيش استرس عندهم ولا غيره. لا، انت دايما لازم يكون سقف طموحك عالي وانت واخدها كستيب لغاية لما تأهل نفسك انه انت تبقى يعني شخص فيت انه كونفينينت انه تشتغل في شركة ادوية كبيرة او مالتي ناشونال. صحيح هتتعب شوية يعني شغل مع كورسات، لكن هو اللي انت لازم تعمله كده، انت تشتغل بس عشان خاطر تجيب جوست كده انكم يعيشك، بلس ان انت تصرف على الكورسات اللي انت هتاخدها. طبعا يعني بشجعك جدا في الفترة اللي انت شغال فيها دي انك تبتدي رقم واحد كورس في اللغة الانجليزية من بداية اللغة لغاية احترافك ليها، لغاية يعني خلي الليفل بتاع الطموح بتاعك في اللغة هو شهادة الايلس او التوفل، دول اعلى رانك واعلى شهادة في شهادة اللغة. لو انت وصلت لها معناه ان انت راجل فيت في الانجليش لنفسك قبل حتى ما تكون هي شهادة، تاخد الليفلز دي كلها بتعديها لغاية لما توصل للايلس بتاخده.
ايفن حتى لو مش شرط تاخد الشهاده لو انت مش محتاجها، لكن جاست انك تبقى وصلت للليفل ده معناه ان انت راجل يعني بتتكلم اللغه بطلاقه، بما يؤهلك ان انت تبقى شخص بروفيشنال. الحاجه الثانيه، محتاج تاهل نفسك كويس جدا طول ما انت عندك الامبيشن انك تشتغل في شركه ادويه، انك تحسن من مهارات البيع والتسويق والاداره عندك. فانت لازم دايما بتقرا مع نفسك، بتشوف فيديوهات، في نفس الوقت بتاخد كورسات على في سيلينج سكيلز، اهمها طبعا يعني بدايه اللي هي البيزك سيلينج سكيلز، الادفانسد سيلينج سكيلز، بتاخد السوفت سكيلز كلها بقى من كوميونيكيشن سكيلز، نيجوشيشن سكيلز، بتاخد الليسننج سكيلز. مهم كمان تخش في التايم مانجمنت وازاي تتعامل مع الشخصيات المختلفه من العملاء، بسموها السوشيال ستايلز بتاعت الناس، وحتى الكاركترز بتاعت الناس كلها، ازاي تتعامل معاها وتفهمها، ازاي تبيع، يعني حركه بيع، كل الكلام ده. بعد كده بتخش طبعا على الاداره والستايلز بتاعت المانجمنت، ويعني مانجمنت، كل ده مهم انك انت تشتغل على نفسك كويس بيه طول ما انت عندك الطموح انك تخش في شركات الادويه وتتطور فيها وتنجح فيها. كمان ما خدتش كورس كمبيوتر، لازم تاخد كورس كمبيوتر. اهم الاشياء اللي لازم تشتغل عليها الوورد، الاكسل، الباوربوينت، بتخش على الانترنت وبقى عارف ازاي تتعامل على الانترنت سايتس كلها، حتى يعني الحاجات الادفانسد بقى والاي ار بي بقى والاوراكل. لو انت هتشتغل طبعا في شركات كبيره بيشتغلوا دلوقتي بالسيستمز دي عندهم، فانت لازم تكون مؤهل انك انت تتعامل فيها، هتريحك في انه انت تشتغل او تلاقي فرصه، وهتحسن من انك انت بتشتغل على السيره الذاتيه بتاعتك، ازاي تقويها بصوره فعليه تؤهلك ان انت تشتغل في شركه ادويه كبيره او مالتي ناشونال في الفتره اللي انت شغال فيها، بتعد نفسك وانت برضو شغال في شركه ادويه صغيره او معلش زي ما بيقولوا كده تحت بير السله. يعني لازم تحط في حسبانك كده انك بتبني لنفسك سيره ذاتيه مع الوقت، كل ما بتكبر وبتاخد من خبرات، كل ما بتاخد من كورسات، كل ما ده بيقوي من السيره الذاتيه بتاعتك وبيزود من فرص قبولك في الشغل في الشركات اللي رنكها عالي، مش اي شركه ادويه. طبعا يعني انا بحبذ لو انت في الفتره دي وكان معاك انكم كويس او تقدر انك تفضي نفسك بصوره اكبر، تو انفست الفتره دي والفلوس اللي هتصرفها، انك انت مش مشكله انه انت يعني عايز اقول لك لو اشتغلت بشغل في شركات صغيره وانت تقدر تستغنى عن الانكم ده لانه هيبقى انكم ضعيف اصلا، لكن وتقدر تفضي نفسك بصوره اكبر، او ايفن تشتغل بارت تايم في شركه برضو بحيث انك يبقى تعتبره حتى تريننج، رغم ان انا ما حبذوش خالص، لانه ستايل حتى الشغل في الشركات الصغيره مش هيفيدك في الشغل في الشركات الكبيره والمالتي ناشونال. فانا بقول لك لو تقدر ماديا انك تفضي نفسك تو انفست الفتره دي والفلوس دي انك تاخد كورسات وتطور من نفسك بصوره كبيره، يا سلام بقى انك انت تقدر تعمل انفستمنت، تاخد شهاده زي شهاده الام بي اي اللي هو الماستر اوف بزنس ادمنستريشن. دي طبعا هتكون نقطه يعني سبورت ليك قوي جدا جدا وانت حتى صغير للعمل في كبرى شركات الادويه والشركات المالتي ناشونال. يعني عايز اقول لك انه انت كل ما بتطور من نفسك انت بتاهل نفسك لمستوى من الشركات والفرص بتكون مناسبة لمستواك دون. انت اللي بتعمل وبتشكل يعني نفسك في سوق العمل وفي الوظيفة المفترض انت بتطمح ليها. الاقي مثلا دكتور من اللي بيتابعوني راجل متخرج بالفعل وشغال في شركة أدوية، هو من المنصورة، الشركة دي ما بتسلموش عربية، وهو ماسك اريا في شبرا وبيسافر بيها، بيقول الفلوس اللي جاية منها هي على قد المواصلات. طبعا يعني انت كده بتضيع في وقتك، ما بتستغلش سنين عمرك كويس، والشركة طبعا ما تستاهلش خالص انك انت حتى تكمبرمايز ان انت ازاي ما بيدوش لك عربية، وفي نفس الوقت ما حتى اللي جاي يعني انت برضو بتحسن بيدوك الترانسبورتيشن اوكي، بس في نفس الوقت انت ممكن تصرف على نفسك من في النقل ومن هنا لهنا، بتضيع اللي انت بتجيبه، مش جايب قد المواصلات فعلا يعني. بلس ازاي انت تبقى راجل من المنصوره مثلا وشغال اريا في شبرا؟ يعني ده طبعا كلام مش كويس خالص. انا دايما اقول انه انت اللي بتحدد
شكلك وتكوينك جوه السوق. ودايما اقول ان البياع الشاطر وان الدكتور الشاطر اللي شغال في شركات الادويه هو اللي بيمتلك عقليه ماليه صحيحه، اللي بسموه عنده رايت فاينانشال مايند سيت، ازاي انك تنقل يعني وضعك المالي من الليفل يو ار للليفل يو اند يور فاميلي ديزيرف تو بي. ده مسؤوليتك انت الشخصيه، لازم ده طموحك انت. في حد راضي باللي اقل من كده على قد طموحه، اتس اوكي، اي كانوت كومبير ماي سيلف وذ هيم. ما تقارنش نفسك بحد، بي يور سيلف. خلي طموحك دايما في السحاب، خلي انه انت دايما بتلجا انك تحسن من ادائك، رزقك هيجي لك في الاخر، بس يعني في الاول لازم انه انت بتسعى وبتاخد الطرق الصحيحه وبتبقى ماشي على الرايت تراك. ما تبقاش انت زي ما قلنا كده، انت فرق بين اتنين خريجين، واحد اشتغل فعلا على نفسه من سنه اولى وخد كل المهارات اللي اتكلمنا عليها دي، واحد تاني كان بس مهتم بالتعليم الاكاديمي وان هو يطلع ومركز اجيب تقدير ولا لا، وفي نفس الوقت مش مؤهل نفسه حتى نفسيا على هيطلع يشتغل ايه. وعشان كده بنصدم في الاخر اللي يجي يقول لك ده انا دكتور بيطري مش لاقي شغل. ما هو انت ما اهلتش نفسك انك تلاقي شغل، انت طلعت وحصل لك عمليه دربكه نتيجه يعني مجالات كتيره موجوده ليك بعد التخرج، انت مش عارف تطلع تشتغل في صيدليه ولا تروح تشتغل في شركه دواء، طب هي بشري ولا بيطري، طب اروح اشتغل في معهد البحوث ولا لا، طب انا راجل انا جايب تقدير يا جدعان بس انا مش بحب ابقى مدرس جامعه، انا عايز اشتغل حاجات. طب انت حاجات كتيره انت يعني شغلت نفسك بيها نتيجه ان انت ما حددتش هدفك من الاول، وده عيب خريج الطب البيطري بالذات انه مجالاته كتيره بعد التخرج. ان ما كانش هو يعني عامل ديترمينيشن وراسم طريقه من وهو في الكليه بما يؤهله للمجال اللي هو خلاص بيشتغله ده، هيبتدي يشتغل عليه زي ما احنا قلنا من الكليه، لان اللي هيطلع وهو استاذ جامعه ده لازم رسمها ان انا هجيب تقدير عالي، ان انا في الاخر اخش كادر الجامعه. التاني اللي هيخش نفسه برضو موضوع البحوث، طب انا راجل هبتدي عايز اشتغل في شركه ادويه، هبتدي بقى اركز زي ما قلنا ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان اشتغل فيها واركز فيها اهيل نفسي في 5 سنين اهو، وانا معايا 5 سنين اهيل نفسي ليهم. انا راجل خلاص هعمل صيدليه ووالدي هيساعدني واجيب صيدليه واعمل ابقى دكتور في القريه ولا بتاع ولان جود، بس ابتدي برضو اهيل نفسك بما يؤهلك انك تبقى انت دكتور بيطري شاطر في الجزئيه دي. انت اللي لازم تبقى حاطط قدام عينك انا عايز ابقى ايه بعد التخرج، وبعد وبناء عليه انا هبتدي اخد الخطوات اللي تؤهلني ان انا اكون كواليفايد انه اشتغل في المجال دون وابدع فيه وانجح فيه. ده مسؤوليتك، مستقبلك هو مسؤوليتك، مستقبل اسرتك هو مسؤوليتك، ولكن انت بتاخد بالاسباب، وفي الاخر يعني النتائج دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، لانه ما بنتكلمش على فلوس يا جماعه، الفلوس دي رزق من عند ربنا، انت بتاخد باسباب، اخدت بالاسباب ربنا هيوفقك للنتائج. انت بقى النتائج دي كانت بتجيب لك 10 قروش ولا بتجيب لك 100 قرش، ده رزقك، قول الحمد لله عليه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادرى بايه الفلوس اللي تصلحني وايه الفلوس اللي تفسدني. فانا اللي بتكلم عليه دلوقتي انك تكون مؤهل نفسك بانك تبقى كواليفايد للعمل في وظيفه انت تليق بيك وانت تليق بيها. فبالتالي انت كراجل يعني وصلت للليفل دون، خلاص بقى انت الانكم اللي هيجي لك ده رزق من عند ربنا وانا راضي بيه. لكن اللي عايز اكد لك عليه انك انت لو اخدت التراك دون بطريقه كويسه وسلكته زي ما انا اتكلمت لك كده واهلت نفسك وبقيت كواليفايد ليها، ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. انتظروني في الحلقة اللي جاية وهي رقم 4 في كورس التأهيل للعمل في شركات الأدوية الكبرى والمالتي ناشونال من إجمالي 10 حلقات. أتمنى لكم كل توفيق، مع خالص تقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.